ناس بتفكر انه لازم الواحد يروح على الجيم لحتى يتمرن، في ناس مش قادره او صعب تروح على الجيم، سو ما في مشكله. Like sometimes the gym it's good motivation، بس كمان اذا شخص حاطط براسه تارجت معين وديتيرمند انه يحققه بيقدر يشتغل وين ما كان. يعني جيم هو بالنهايه بس محل فيه فاسيلتيز لتقدر تعمل رياضات اللي انت بدك اياها. كل شيء بتعمله بالجيم فيك تعمله برا. برا فيك تعمل كتير اشياء، مش مضطر تروح على الجيم، يعني كل شيء مأمن لك، فيك تعمل كتير اشياء للكور برا، فيك تعمل للمعده، فيك تعمل للور، فيك تعمل للابر. فيك بالبيت تعمل اذا عندك الويل، كل شيء متاح لك لو ما رحت على الجيم. اكيد اكيد مش ضروري الجيم، لا الجيم مش حتى انه في ناس they cannot afford gym. عاده اذا ما عندي وقت اروح الجيم على طول بعمل اشياء على الخفيف يعني بالبيت. mostly بتمرن outdoors برا، برا اكثر شيء ركض وحتى كور بتمرن برا، واوقات صفوف يعني بعمل يوغا برا، وبالبيت كل يوم بتمرن الصبح، يعني كل يوم في لازم اعمل معده. يعني بعمل بوش ابس بول ابس بلانكس. فينا نعمل بوش ابس مع بعض؟ ايه اوكي نو بروبلم. يلا بحس انه ضروري واحد يروح على الجيم. انا ما بروح اكشلي، ما كثير عندي وقت، عندي 3 اولاد وبشتغل، وكنت روح بس هلا ما بقى عم لاقي وقت، سو صرت بتمرن بالبيت وبركض. عم رانينج تيم، بنركض افري ساندي، بنعمل لونج رانز، كوميونيتي كثير كبير، فكثير هيك موتيفيتنج. وبقضي جمعه كمان بنركض مرتين او 3 مرات. اي نوع بالرياضه بتفضلي؟ تفضلي تتمرني بالجيم او اوت دور؟ اذا مثلا اوت دور شو الرياضه اللي بتفضلي عندك او بتحبي تعمليها؟ سجلي بالجيم وكل شيء، بس انجا بروح لانه بعتبر انه الجيم صار مسكره فيها اي سي وهيك، فبحس حالي ما عم غير جو عن الشغل. يعني كل احد الصبح بنزل بركض، وكمان اولادي مع لحالهم سبور كل يوم، كل وقت حملهم بس يكون عندي ما عندي شيء، فهني بضلهم معي كل الوقت. إذا بدك فينا نعمل جوجينج سريع وبرجع بعدين بعمل موفمنت يوغا. يلا ليتس جو. بوش اب، المعدة، رقبة، تنفس. عندك البحر، عندك الشط، عندك جبال انك تمشي فيها والغابات تتنشا هواء طبيعي، شو بدك بالنادي؟ انا برايي انه الرياضه الطبيعيه بالهواء قدام البحر اكيد افضل، يعني نفسيا بتريح اكثر. مثل ما شفتوا في ناس كثير بتفضل تتمرن من دون ما تروح على الجيم، عشان هيك راح اعطيكم بعض التمارين تقدروا تعملوها وين ما كان. تمارين الكارديو اللي عم تشوفوها رح تساعدكم بزيادة اللياقة أو حرق الدهون. ونوع رياضة تاني عبارة عن تمارين بتعتمد بس على وزن الجسم، بتساعد بتقوية العضلات والعظام وبتقلل من نسبة الإصابة. مش ضروري تروحوا على النادي لحتى تعملوا تمارين فيها أوزان، فيكن تستعملوا أولادكن الصغار أو أخواتكن كبديل للأوزان. وغير هيك في عدة أنواع رياضة بتقدروا تمارسوها وتنبسطوا فيها. بعد ما شفنا آراء الناس من جميع الفئات والأعمار، عرفنا أن الواحد بيقدر يتمرن ويحافظ على صحته ولياقته من دون ما يكون مضطر يروح على النادي. بتقدروا تقسموا تمارين 5 مرات بالأسبوع مثل شفناها بالفيديو، مثل تمارين الكارديو، الهرولة، ركوب الدراجة، تمارين بوزن الجسم مثل سكواتس، البوش أبس، اللانجز واليوغا كمان.